أهلا بكم مشاهدينا في هنا بيروت. في 31 تشرين أول عام 92 تولى الشهيد رفيق الحريري رئاسة الحكومة لأول مرة. في 31 تشرين أول 2016 انتخب الرئيس ميشيل عون رئيسا للجمهورية. اليوم ضيفي في هذه الحلقة، أهلا وسهلا فيك، نائب كتلة الجمهورية القوية وهبة قطيشة، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. أول سؤال ممكن الواحد يخطر على باله بهذا اليوم، بذكرى هذا اليوم، ذكرى انتخاب الرئيس ميشيل عون، وللقوات اللبنانية، هو إذا عاد فيكم الزمن إلى الخلف إلى 31 أكتوبر 2016، هل كنتم لتنتخبون ميشيل عون رئيسا للجمهورية؟ هلا في فرق بين، اول شيء بدي اشكرك على الدعوه وبدي اتوجه بالتحيه لكل المشاهدين. هلا اذا بدك ترجع الى تاريخ 31 يلي هو اليوم، في فرق بين اليوم ومن 4 سنين. لو رجعنا لاربع سنين لورا، نحن كان معنا حق ننتخب يومها العماد ميشيل عون. بس هلا اذا بتقولي لي اليوم هل بعد كل اللي صار بتنتخبوا للعماد ميشيل عون؟ بقول لك لا اكيد، يعني لان بعد ما شفنا كل النتائج اللي حصلت خلال الاربع سنوات الماضيه، من فشل لفشل 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 في قيام الدوله وتاسيس المؤسسات، و يعني بقول لك لا اكيد لا. لان يعني تحملون الرئيس ميشيل عون مسؤوليه الفشل لفشل لفشل لفشل؟ انتبهي، لا مش وحده. رئيس الجمهوريه هو رئيس، بس الرئيس هو اذا بدك بيدير الدولة ككل. هلا صلاحياته منه مطلقة مثل كل بلدان العالم، بس ما فيك الا ما تطبعي انه عهد معين بعقل رئيس معين او بتصرفات رئيس معين، يعني بصرف النظر، بس انه الاكبر المسؤولية بتوقع على الرئيس. انا بدي اعطيكي مثل، حتى لو كان هو ما عنده صلاحيات مثل ما حضرتك هلا عم تقول. هلا انتبهي، ما في اي صلاحيات، ليش ما في صلاحيات مطلقة لاي رئيس بالعالم؟ ما حدا. انا بدي اعطيكي مثل الرئيس الياس سركيس. الرئيس الياس سركيس انا بعده من اخر الرؤساء يلي اجوا بالفعل حافظوا على الدوله ومؤسسات الدوله وماليه الدوله و شو كانت صلاحيته؟ كل يوم خبط وضرب وقتل وتدمير اشرفيه وطرابلس وما بعرف وصيدا وين والغربيه والشرقيه. ايه رغم هيدا وكله قدر يحافظ على الدوله، مكونات الدوله ومؤسسات الدوله. مش معناتها انه الرئيس لازم يكون مطلق الصلاحيه لحتى يقدر هو ينجز، لا. الرئيس هو اذا بدك بحل العقد بين الكل، كل الناس، الرئيس كلهم لازم يرجعوا له، يصفي هو المرجعيه، مش انه هو لازم يكون الحكم بس، ما لازم يكون هو فريق. يعني كقوات لبنانية اليوم تجربة الرئيس المسيحي القوي بتعتبروها مش ما لبت المطلوب، هيك لا أصدق؟ لا، نظريتنا للرئيس القوي، هلا صحيح انه اللي عنده تمثيل شعبي يعني بيعطيه دفع اذا بدك وبيعطيه هيله وبيعطيه انه موني على الكل، بس انما الرئيس القوي هو بده يحل العقد بين كل المكونات السياسيه. شو عم تقول؟ عم تقول انه الرئيس عون مش رئيس قوي؟ عم بسألك. هلا شعبيا رئيس قوي، بس بين انه في العهد اللي حكم فيه كان ضعف. لان ليه؟ لان ما قدر اذا بدك يوافق بين كل المكونات السياسيه لحتى يحافظ على ماليه الدوله واقتصاد الدوله ومؤسسات الدوله. هلا هن الرئيس عون بيقول انه بعهده صار في موازنات، ما كان في موازنات، بعهده صار في كثير انتظام اذا بدك للعمل العام، لانه بالعهود السابقه ما كان في انتظام للعمل العام. ولكن الا تعتقد انه كقوات لبنانيه وحزب سياسي وانه تشتغلوا بالسياسه هو من عدم اذا بدك النضج السياسي، خليني اسميه هيك، هلا انت بتصحح لي، حضرتك بتصحح لي، انه نحمل مثلا رئيس الجمهوريه اللي صلاحياته محدوده مسؤوليه نظام اقتصادي مالي لدوله عميقه هي موجوده من التسعين لليوم، وعفوا من قبل التسعين حتى. يا ست جوزيفين، انا ما بدي اظلمه للرئيس، الرئيس عون، انا عم بسألك. انا لا مزبوط، فهمت عليكي.
اول شيء انا ما عم حمله كل المسؤوليه، نعم. بس اكثر مسؤوليه هي عليه. هلا شو يعني لو الدكتور سمير جعجع اليوم رئيس جمهوريه، شو كان عمل، شو كان قدر غير بنتيجه الانهيارات المتلاحقه يلي هي نتيجه عوامل تسبق هذا العهد؟ شو كان قدر غير؟ عوامل سبقت هذا العهد مزبوط، بس لما اجى التيار الوطني الحر والرئيس عون جاي بعنوان كبير اسمه الاصلاحات، ولما اجى فات بالدوله خاصه من 2009 لليوم وشفنا انه كل الشعائر والقصايد بالاصلاحات ما كانت موجوده، يعني ما بدي هلا ارجع للكهرباء ووزاره التربيه ووزاره، خلاص ما بدنا نرجع لهم هودي لحتى ما نضل نرش الملح على الجرح مثل ما بيقولوا، بس بالاصلاحات اللي طالبها العماد عون واللي كان شعار كل العام ما صار شيء. هلا بتقولي لي والله عمل موازنه وما كان في موازنات، طيب هيدي ايبسو فاكتو تبع الدوله انه بدك تمشي دوله بدك تعمل موازنه، بس بدك تعمل موازنه تعيش الناس بكرامه وباقتصاد مزدهر، مش انه والله انا مثلا عملت موازنه مزبوط بس أوكي. قبل الانتخابات 2018 دخلت 5000 موظف بدون وجه حق على الدوله، طيب هيدا كيف الاصلاح بده يكون وشو بتفيد الموازنه؟ مين دخلهم؟ مين دخلهم على الدولة؟ المنظومة اللي كانوا موجودين. وانتم من بيناتها؟ لا انتبه، نحن يمكن تهمونا بأربعين باردون لا احكيك صراحة، تهمونا بأربعين واحد من أصل 5000، عظيم، قلنا لهم شيلوا الـ5000 وبدءا بالـ40، شيلوا الـ5000 ردهم على البيوت، ما اختلفنا وبدءا بالـ40 إذا هلأ هذا موضوع اتهام، بس ما اختلفنا بس إنه فات 40 شخص من القوات اللبنانية. لا منو من القوات اللبنانية هودي؟ أول شيء ما عم بقول لك إنه هلا اتهمونا هالاتهام، هلا أنا ماني عرفت إذا قوات ولا غير قوات، بس لأنه صاروا يقولوا هؤلاء لكم، قال لهم يا خيي هو هن بلشوا فيهم شيلوهم بعتوهم على البيوت. طيب شو بنكون نحن عملنا؟ نحن بنكون عم نصلح ولا بعدنا مستمرين إذا بدك بنهب الدولة و و و لذلك وقت اللي بقول أنا الـ5000 هلا بدي أرجع للباقيين في كتير كمان، الـ5000 وقت اللي بيقولوا ايه انتوا لكم فيهم 40 او 50، طيب يا خي عظيم ما عمل لكم بعتوهم على البيوت وبدءا بال50 يلي احنا متهمين فيهم. المشكله مبلشه من قبل، المشكله مبلشه انه في قراءه انه القوات هي جزء من النظام وجزء من القوى السياسيه، وعندما صار في محاصصه بين القوى السياسيه، صحيح كلهم تحاصصوا على الوظائف قبل الانتخابات ومنهم القوات، ولعل السبب الأساسي للخلاف بين القوات والتيار الوطني الحر والعهد أنه كان في عتب أنه نحن اتفقنا النص بالنص، كيف أخذتوا أنتوا أغلب الموظفين اللي يعني لصالح العهد من جهة العهد ونحن ما طلعنا إلا 40 أو 50؟ أول شيء الوظائف، لا ما اتفقنا على الوظائف، اتفقنا أول شيء على الوزارات، الوزارات دغري نزلوا فينا يعني من تاني يوم، نعم. 31 تشرين الأول، 1 تشرين الثاني بلشوا الشباب يهاجمونا، نعم. هذا أولا، نحن جزء من النظام بوزاراته، بس أنا بدي أعطيكي مثل، أنا بال 2018 كنت مرشح للنيابة، يلي مرشحين غيري دخلوا على الوظائف بين 3,000 و4,000 غير اللي عم بقول لك عنهم، أنا ما قدرت ما وظفت واحد بالدولة. بالدولة كنت بدي أسألك ليه؟ لأنه ما قدرت ولا لأنه ما بدك؟ لا لأقول لك ليه، لأن أنا كان خطابي السياسي للي كنت عم بتوجه لهم بعكار، قال له أنا ما جاي أدخل ابنك على العسكري على العسكرية ويحل مشكلته، بس أنا بدي أعمل دولة لحل مشكلة كل أولاد الناس، إذا بدك تأيدني بهالشكل أنا بكون ممنونك، هذا كان خطاب السياسي لهم، نعم. مش لأني أنا ما والله ما بدي، لا إذا له حق في مكان ما أنا كنت ساعده، نعم. بس بدون وجه حق إني هيك أنا أظلم إنسان تاني لحتى بدي إنسان تالت، لا هيدي حرام. طيب خليني أنتقل لو سمحت، بما إنه في تشكيل حكومة ويبدو إنه الحكومة متعثرة، بدي أنتقل لمداخلات حول الحكومة، النائب بلال عبد الله معي مباشرة عبر سكايب، عضو كتلة عبر الزوم، عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، يعطيك العافية. يا مساء الخير أو يعطيك العافية، هلا صار مساء عنا تقريبا، تحية لضيفك الكريم العميد قطيشة وتحية لجميع. أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك، يعني من يومين كنا عم نسمعك عم بتصعد سعادتك وعم بتقول إنه ما بتكونوا تشاركوا في هذه الحكومة، اليوم يبدو إنه في عقدة أيضا اللي هي العقدة الدرزية بين حكومة 18 وبيطلع لي الطائفة الدرزية حقيبة واحدة، وبين 20 وبيطلع أيضا لي
نائب طلال أرسلان حقيبه ولرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حقيبه. اليوم اين الحزب الاشتراكي من مساله تشكيل حكومه؟ هل بعدكم ما بدكم تشاركوا؟ هل يعني في عتب على الرئيس سعد الحريري؟ بداية خليني أوضح، نحن قلنا لن نشارك بشكل حزبي أو نيابي احتراما للمبادرة الفرنسية اللي اعتمدها دولة الرئيس المكلف. وإذا أشرتي حضرتك أنه عم نصعد، لا بعدها بلش نصعد، بس بدنا نصعد حنصعد بالطريقة المناسبة. ولكن كيف يعني؟ عم نحذر من هم أصحاب الشأن واللي كل مرة بيحاولوا يفتعلوا عقدة بسموها عقدة درزية، وكأنه يعني كل هالحكومة مشتتها العقدة الدرزية. واضح الكلام في مكان والنية في مكان آخر. النية واضحة، هي تحت تأكيد الأكثرية بمجلس الوزراء الحفاظ على الصوت الأساسي بالمجلس، إرضاء الحلفاء على حساب الآخرين، إحراج وليد جنبلاط مع حليفه الرئيس الحريري، وأظهار الرأي العام، وكأنه كل المشاكل انحلت يبقى هذه العقدة. مين يعني المعنيين؟ مين يعني المعنيين؟ هل تقصد مين؟ الوزير جبران باسيل، رئيس الجمهورية، حزب الله، مين؟ اللي عم بيحاور اليوم هو فخاذة الرئيس. هلا من يقف خلف فخاذة الرئيس لهي الملف؟ ما بعرف بجميع الأحوال، والكلام موجه لكل من يقف خلف فخاذة الرئيس لهي الملف. إذا كان كل مشاكل الطوائف انحلت، ممكن مشكلة الدرزية، خلينا نناقش الموضوع. إذا اعتبرنا إنه يعني الثنائي الشيعي يمثل كل الشيعة في لبنان، والتيار الوطني الحر يمثل كل المسيحيين في لبنان، والرئيس سعد الحريري يمثل كل السنة في لبنان، أوكي، ساعتها ما في مشكلة. ساعتها خلينا نقول له وليد جنبلاط، أنت كمان أنت الوحيد اللي لازم تتنازل وتعطي من حصتك. يعني أنتم عم بتطالبوا بأن يتمثل جنبلاط وحده في الحكومة، وأن لا يتمثل أرسلان في هذه الحكومة. خليني جاوبك بسؤال. القوات اللبنانية التي تمثل وزن كبير في الساحة المسيحية، هل هي ممثلة؟ هي اختارت أن لا تتمثل. تصور، ممتاز، أنا أعطيك حتجاوبيني هيك، لأن الوزير طلال أرسلان هو اختار كمان، هو لم يشارك بالاستشارات وهو لم يسمي الرئيس الحريري. فإذا هذا الموضوع، إذا كان في حرص كتير كبير من حلفاء للأمير طلال انه يحافظوا على مكانته السياسيه، فيتفضلوا يعطوه من حصتهم. ولكن للاسف هذا الخطاب اليوم خطاب غريب عندنا للمحاصصه. بالاساس كنا عم نحكي جميعا بحكومه رشيقه، حكومه انقاذ، حكومه مهمه، حكومه اصلاح، وعدنا الى المربع الاول، بس طلع في ميثاقيات وطلع في اعراف وفي اجباري، في ارانب دائما هي الارانب تظهر وتظهر في مكان في قصر بعبدة، للأسف عم أقول ما بعرف مين وراها. ولكن كنا عم نقول إنه يجب تسهيل هذه المهمة وتشكيل الحكومة أو تأليف الحكومة الأمس قبل اليوم. نعم. لأنه وضع الناس لا يحتمل. طيب أنتوا شو طيب بس خليك معي، أنتوا شو اعتراضكم؟ اعتراضكم إنه أنتوا متخوفين من إنه في فريق رئيس الجمهورية وحلفائه رح يحصلوا على تلت معطل؟ نحن ما لن نبلغ بعد شيء رسميا. انا عم جاوب على اسئلتك بس. ايه انا عم بسالك وانا هلا عم بسالك، لو سمحت جاوبني. وانا عم جاوبك على اسئلتك، لانه نحن بعد رسميا لم نبلغ بشيء، فقط تسريبات. انتم ايه بس حضرتكم متخوفين يعني من انه عم تحسبوها بالعدد انه بيحصلوا على ثلث معطل؟ هيدي مش شغلتنا، هي في رئيس مكلف هو بدير هذا الملف مش نحن. انا عم اقول لك شغله ثانيه، كفى لعب على حافة الهاوية لبعض المغامرين بالبلد، كفى. طيب وين وصلت المفاوضات؟ بس لحتى نختم، وين وصلت المفاوضات؟ شو هي الحقيبة اللي انعرضت عليكم؟ وهل يعني الصحة، حقيبة الصحة انعرضت عليكم وحسمت لكم، ولا شو صار بالآخر؟ لأنه بالآخر آخر ساعات يبدو أنه رجع، إذا بدك رجعنا إلى نقطة الصفر. أعتقد أنه هذا الملف بيد الرئيس المكلف ونحن على تنسيق معه، ولكن يبدو أن العراقيل في مكان آخر. لم يعرض علينا شيء حتى الآن، لأنه مثل العادة يتقاسمون الوزارات الكبيرة ويتركون الفتات للآخرين. ولكن خلينا أكد لك أنه بيئة وليد جنبلاط، بيئة الحزب الاشتراكي الوطني اللي فيها
مش بس اخوان دروس، فيها مسيحيين، فيها سنة، فيها شيعة كمان عم يطالبوا يتمثلوا. فاذا في اصرار على توزير من هو في خط الامير طلال الاسلام، ما عندنا مانع، شرط ان يعطونا او مسيحي او شيعي او سني من بيئتنا، ما عندنا مانع. تاني قصدك؟ اكيد بكل وضوح، بكل وضوح الكلام. نعم. وعم بحكي رايي انا، هيدا ما عندنا قرار فيه، هيدا ما عندنا قرار فيه، نعم. لم نناقشه، ولكن انا بلمس روح مجلس القياده بالحزب المفوضين اللي متنوع وبكل المناطق وكل الطوائف. نعم. كمان حصرنا دائما بهذا المربع، والعوده الى مقاصمتنا ضمن هذا المربع اصبحت لعبه مكشوفه تستهدف دور وليد جبلاط الحزب الاشتراكي. وبتصور حتى لو سامح به وليد جبلاط هذا الموضوع، البيئه اصبحت متشنجه جدا. نعم. شكرا لك النائب بلال عبد الله على هذه المداخله. شكرا. شكرا لك. من عندك بدي انتقل الى استاذ انطوان قسطنطين، هو مستشار رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. يعطيك العافيه استاذ انطوان. استاذ انطوان، يعني كان في اجتماع للهيئه السياسيه وطلعتوا ببيان، هذا البيان يتحدث عن وحده المعايير على اعتبار انه كل حقيبه يجب ان يكون الوزير اختصاصي، ولا يمكن الاختصاصي ان يتولى حقيبتين لانه هذا بيضرب المبدا الاساس. وايضا تحدثتم عن التدقيق الجنائي انه مفترض ان يتم الاتفاق عليه. ليه تحدثتم عن هذه النقطتين؟ هل في هون عقده؟ يعني مثلا الرئيس سعد الحريري اليوم يعارض القيام بالتدقيق الجنائي؟ لا ابدا، نحن ما تحدثنا عنهم بهذا الهدف. بيان الهيئه السياسيه عم بيذكر بالاولويات، الاولويه هي لتشكيل حكومه وباسرع وقت، وبعدم ربط عمليه التشكيل باي اعذار او اي عوامل خارجيه، لا بانتخابات أمريكا ولا بأي عامل خارجي. وهيدي دعوة لاعتبار الاستحقاق الدستوري بتشكيل الحكومة استحقاق لبناني صرف، يجب أن ينظر إليه اللبنانيون على هذا الأساس ويتصرفوا على هذا الأساس، خصوصا أنه نحن بظرف ضاغط جدا، وأنه الحكومة اليوم قبل بكرة لازم تكون تشكلت وبلشت عملها. نعم. أما وحدة المعايير سيدتي فهي مبدأ ثابت، يعني أعلنه التيار ويكرره في كل محطة مفصلية، على اعتبار أنه أي حكومة تتشكل بمعايير مختلفة بتكون حملت بذور تفككها بذاتها. نعم. فهيدا فقط من باب التذكير. في موضوع التدقيق الجنائي، ما هو نحن اساسا واحد يطرح على حاله السؤال، طيب نحن ليه وصلنا لهون؟ ليش اصلا صارت انتفاضه الناس ب 17 تشرين من سنه؟ طيب ليش وصلنا للانهيار؟ ما كل الاسباب اللي ادت الى ما وصلنا اليه هي ذات طابع مالي اقتصادي، ادت فيما ادت اليه الى اضطراب سياسي وامني ببعض الاحيان. اذا من الطبيعي انه واحد يبحث بالاسباب. فخامه رئيس الجمهوريه هيدا كان طرحه من لما كان رئيس تكتل، ونحن على النهج نفسه، وبعتقد هيدا العنوان الاساسي للسنتين المتبقيتين من العهد، انه اذا نحن ما قدرنا نروح على كشف الحقائق والاسباب التي ادت الى الفساد ثم الى الاستدانه ثم الى الانهيار المالي، طيب اذا ما عالجنا الاسباب، معالجه النتائج وحده لا تكفي. وقلنا في متن البيان أنه الغاية من ذلك هي كشف الحقائق وبهدف نعم. إنقاذ الوضع في لبنان، وليس هناك أي غاية سياسية أخرى، لا هناك تشفي وليس هناك رغبة لا في الاقتصاص ولا في الاتهام. يعني غير صحيح المعلومات التي لفتت إلى أنه أنتم تشترطون محاسبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الرئيس الحريري في هذا البند لتشكيل الحكومة، غير صحيح. المسألة ليست شخصية ولا مشخصنة، نحن لم نخفي أبدا ولا يوم من الأيام بأنه الخيارات والسياسات المالية والنقدية التي اعتمدت هي بالنسبة لنا سبب أساسي ورئيسي فيما وصلنا إليه من انهيار مالي ومن ضمور اقتصادي
ومن غياب الاقتصاد المنتج ومن نعم. تراكم الديون. نعم. نحن اليوم المطلب الأساسي هو الذهاب إلى التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفي كل حسابات أخرى. هذا حق للبنانيين ليعرفوا وين راحت مصرياتهم وأموال اللبنانيين، سواء كانت عبر القطاع العام أو عبر القطاع الخاص. هذه حقوق ما في ولا قانون بيقدر يمنع أنها تصير. نحن عم بكل الطرق، بالطرق التشريعية، إذا كان هناك في عراقيل سوف نذهب عبر التشريع لإزالة العراقيل. إذا كانت العراقيل تقتضي منا أن نتحرك شعبيا سنتحرك شعبيا. طيب. إذا كانت العراقيل تقتضي أن نتحرك سياسيا سنتحرك سياسيا. المسألة تتصل ليه عم بسألك أنا هذا الموضوع؟ هل يعني لأنه حضرتكم أرفقتم بموضوع التدقيق الجنائي وجوب تحديد أسباب ما وصل إليه لبنان من انهيار؟ يعني هذه العبارة بالذات يمكن توحي بأنه بتكون في تحميل مسؤولية اليوم. أنتم عم تدعوا لتحميل مسؤولية لمن هو المسؤول، وبالتالي ثمة من يقول أنكم تريدون محاسبة رياض سلامة. أولا اختصار الأزمة بشخص مهما كانت مسؤوليته هذه مسألة خاطئة. نحن نطالب بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان لكي نكشف الحقائق اللي بينتظروها اللبنانيين. نعم. يعني شيء طبيعي بتعتبري انه دولة صار عليها 150 مليار دولار دين، يضاف اليهم ديون متراكمة على الشعب نتيجة بيوعات أراضي بكمية يقال انها تقارب 70 مليار دولار دين. هل من الطبيعي مثلا ان لا يعرف الشعب اللبناني كيف تم انفاق كل هذه الأموال على مدى 30 سنة الماضية لغاية اليوم؟ لغاية اليوم. إذن الاستهداف منه شخصي. أوكي. الاستهداف هو استهداف واضح لأسباب الفساد أو لأسباب الديون. واضح. يعني خليني أرجع لوحدة المعايير. أنا بعتقد الاستغراب لازم يكون إنه نتعامل على قاعدة عفى الله عما مضى. نعم. ونرجع نطوي الصفحة. هذه المسألة انتهت. المبادرة الفرنسية إذا كان فيها من إيجابية حقيقية هي أنه من خلال ما لمسه الرئيس ماكرون وضعت الإصبع على الجرح. الرئيس ماكرون اعتبر أن البنك المركزي مسؤول بمكان ما وطالب بالتدقيق في المسألة، في التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. الرئيس الفرنسي اعتبر أنه الطبقة السياسية عليها أن تتراجع قليلاً وتترك المجال أمام اختصاصيين. نعم. لكي يديروا المرحلة المقبلة. نحن أيدنا ومن الأساس، وهذا كان السبب الأساسي الذي جعلنا أن لا نسمي الرئيس سعد الحريري، لأنه نعم. بالنسبة إلينا رئيس تيار سياسي له موقعه واحترامه وشرعيته، لكنه ليس اختصاصياً. نعم. فتكون الأمور واضحة. التدقيق الجنائي هو بمثابة كشف الحقائق لما وصل إليه الشعب اللبناني. أوكي. هذه المعركة ندعو الجميع إلى أن أستاذ أنطوان إليها. طيب. اللي ما بده بيكون عم يتحمل مسؤولية إخفاء الحقائق عن اللبنانيين. أستاذ أنطوان نرجع لموضوع وحدة المعايير هيك بسرعة. وحدة المعايير تطالبون بوحدة المعايير، ولكن يعني هذا ينسحب على موضوع المداورة. هل تطالبون بوحدة المعايير حتى على الطائفة الشيعية في حقيبة المال؟ بس لنوضح هذا المسألة لمرة، لأنه دائما عم بيصير فيها لغط. كنا كثير واضحين. لا، ما في أبدا ما في إشكال. ما في إشكال برؤوس من يريدون أن يكون هناك إشكال. موقفنا كان واضح من الأساس، ظهرناه في بيانات الهيئة السياسية، في بيانات التكتل، وعلى لسان رئيس التيار، بأننا لا نقبل بأي شكل من الأشكال أن يتم تكريس أعراف من خارج الدستور تكرس لطائفة من الطوائف. يعني حتى هذه المرة أي حقيبة. أوكي. يعني حتى هذه المرة قلنا بس رح أرجع أوضح معلش. تفضل. بنفس السياق بيقول الموقف، عذرا لو أطاطك، بيقول الموقف بنفس السياق، نحن لا نقبل بتكريس أعراف، ولكن هذا لا يعني مطلقا حرمان الطائفة الشيعية من حق أن تكون هي في وزارة المال، ولكن هذا
لا يعتبر تكريسا لحق دائم، وكأنه بالعرف أصبح بقوة الدستور. بيقدر يكون اليوم بتقدر تكون اليوم بهذا النظام الطائفي اللي هو مبني على توزيع السلطة بحسب الدستور مناصفة وبتناسب وبالتوازن. اوكي، بس انتوا عم تربطوا هذا هذا الموضوع اليوم بموضوع المداوره، يعني حضرتكم عم تعتبروا انه المداوره غير مكتمله لانه اليوم الرئيس الحريري قبل انه يعطي وزاره المال للطائفه الشيعيه؟ يعني اذا بدي افسر اكثر، انه اليوم عم تعتبروها المداوره منقوصه؟ لا، اولا الرئيس الحريري لم يعرض لغايه الان اي صيغه. لا بس ما هو عمل مبادرته يا استاذ انطوان، عمل مبادرته من قبل ورجع عاد على شاشه التلفزيون بمقابله هيدي بس هيدي مبادره سياسيه، وقال فيها انه هيدي المساله لمره واحد. أوكي. يعني انتم شو موقفكم منها؟ انتم توافقون مبادره سياسيه؟ نحن على الاكيد ما بنقبل بمبدا تكريس حقائب لطوائف من خارج الدستور، ولكن على الأكيد إذا كان التوافق السياسي هذه المرة أرادوا رئيس الحكومة المكلف بأنه يبلش بهذه الطريقة، نحن مسهلين ولسنا معرقلين، ما عرقلنا بولا محطة من المحطات. طب شو المشكلة هلأ بالمداورة؟ لكن ما هي المشكلة التي تعترض تكليف تشكيل الحكومة هذه المرة في موضوع المداورة؟ ما هي؟ نحن لسنا جزء من عملية التفاوض، ليس هناك بيننا وبين رئيس الحكومة المكلف أي تفاوض، لم يطلب منا شيء، لم يعرض علينا شيء ورفضناه، ولا نحن عرقلنا بشيء طلب يعني عرض علينا. فمسألة ماذا يجري لحد هلأ بعد بباب التكهنات، كل اللي بنعرفه أنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بمقتضى الدستور عم يتشاوروا واللقاءات مكثفة بيناتهم. ألم يدخل الوزير جبران باسيل على خط تشكيل الحكومة؟ بوين دخل الوزير جبران باسيل على خط؟ اليوم بعض الصحف كتبت أنه الوزير باسيل دخل على خط تشكيل هذه الحكومة. هذه رؤوس سياسية وأعلامية مريضة تريد أن تستبق الأمور، إما لتفشيل مسارات الحكومة ونحن لن نكون جزءا من التفشيل، إما لمحاولة استباق الوضع بأنهم يفتشوا عن كبش محرقة في حال كان هناك عراقيل موجودة. وضيفك من شوي أشار ولمح ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي إلى وجود مشاكل مثلا بينهم وبين دولة الرئيس الحريري. نحن لسنا جزء من عملية التفاوض، لسنا معرقلين، لم يعرض علينا وسهلنا من الأساس، نحن وضعنا مبادئ وهذا ما تضمنته بياناتنا وآخرها بيان الهيئة السياسية. من هون الحكي عن وحدة المعايير لكي لا تصطدم عملية التشكيل لا معنا ولا مع غيرنا. طيب، بحائط التناقضات. سؤال أخير، أنتم مع تشكيلة من 18 وزير أو 20 وزير؟ نحن بهذه المسألة عندنا موقف واضح يقول أنه بعد الخبرة والتجربة لا يمكن لأي شخص أن يتحمل مسؤولية وزارتين وينجح فيهم، كم بالحري عندما يكون هناك يتم هناك تحميل وزير واحد حقيبتين لا علاقة لهما الواحدة بالأخرى، وهذا ما حصل في حكومة الرئيس حسان دياب. لذلك اعتبرنا أنه إذا كنا نريد حكومة منتجة وفاعلة وإصلاحية مثل ما نصت عليه المبادرة الفرنسية، لا يمكن أن يتحمل وزير واحد أعباء وزارتين، اللهم إلا إذا كان في بعض الوزارات يعني اللي يمكن أنك تدمجها ببعضها، وهيدي بدها قانون، مثلا أنه الإعلام يصير هو والثقافة بوزارة واحدة بفهم، بس أنه يصير الثقافة والزراعة مع بعضهم، أنه البيئة والتنمية الإدارية. يعني بفهم منك بتفضلوا صيغة العشرين؟ منفضل أن يكون لكل حقيبة وزير وهو بالكاد يستطيع أن ينفق الوقت الكافي عليها. نعم. ليقدر يكون منتج وليقدر يعمل تغيير. حطينا مبادئ. نعم. كرسنا مبادئ في مواقفنا بالمعايير، كما في التشكيل، كما في التأليف، كما في مسألة مبادئ
وضحناها وحددناها وعلى اللبيب أن يفهم. شكرا لك سيد أنطوان أستنطين على هذه المداخلة. شكرا لك مستشار رئيس التيار الوطني الحر. شو رأيك بموضوع تشكيل الحكومة وبهذا السجال اللي عم بيصير اليوم بين الاشتراكي وهلأ اسمعنا كمان التيار الوطني الحر رئيس الحريري يبدو أنه رجعنا لنقطة الصفر. أنتوا قررتم أن تخرجوا من هذا الموضوع لأنكم عارفين أن القوى السياسية متخانقة من بعضها وقررتم أنه تكونوا بموقع المتفرج؟ مش لأنهم متخانقين من بعضهم مع بعضهم لا، بس بعد اللي عم نقرأ بالإعلام وبعد اللي شفته هلأ أنا وياكي مع ضيفيكي هيدا بيدل قد إيه أنه نحن كان موقفنا سليم وصحيح بالخروج من هالمعمعة كلها، لأن هو الجماعة ما بدهم يعملوا إنقاذ. لو بدهم يعملوا إنقاذ صدقيني جوزيفين كل بلاد العالم إذا بلد وصل لهالوضع اللي نحن فيه وقالوا بدنا نعمل إنقاذ كل العالم بتتساهل لحتى يعملوا عملية إنقاذ. ساعتها أمتى الحكومة بقدها بشكلوها؟ 24 ساعة. طب منهم من يقول أن موقفكم لا عائد إلى مواقف خارجية، يعني لأن اليوم المملكة العربية السعودية هي غير راضية عن سعد الحريري ولا تزكي سعد الحريري، وهي تعتبر نفسها أنه غير معنية في لبنان بظل عهد الرئيس ميشيل عون. أنتم قررتم أن تخرجوا، وحتى منهم من يقول أنه كمان في هدف من أهدافكم أنه هو عدم إنجاح عهد الرئيس ميشيل عون ولو يعني بحكومات تشارك. إذا نحن هالقد قوية بنملي على المملكة العربية السعودية سياستها؟ لا، هي بتملي عليكم سياستها. لا، ما حدا بيملي علينا. أول شيء قدي فرنسا نحن وياها أصحاب وأصدقاء، وبتعرفي علاقة تاريخية نحن كمجتمع يعني وكبيئة خاصة. لما رشحوا مصطفى أديب نحن ما سميناه خلافا لرأي ماكرون، لذلك نحن مواقفنا بتنبع من إيماننا بالإنقاذ. هالإنقاذ ما بده هيك، مشان هيك نحن لا السعودية ولا إيران ولا أمريكا ولا فرنسا ما حدا بيقدر يمل علينا ولا موقف. حتى بكركي طلبت منكم طلب بسيط أنه على هذه طاولة مستديرة تقعدوا الأربع شخصيات المسيحية ورفضتم. لا، نحن إيه عن شو بدنا، مع احترامنا لبكركي وكل مواقفها، ونحن إذا بدك القرار تبع بكركي أو موقف بكركي استراتيجي بشكلنا مظالي لأننا نحن بسياستنا داخل الدولة، بس نحن انه ندخل مع بكركي بالمطبخ الداخلي و و و لا، نحن كيف بدنا نقعد معهم ومشان شو؟ ما هني رايحين باتجاه ونحن رايحين باتجاه. بكركي ارتأت انه هذا اللقاء ممكن انه مش ضروري يقرب وجهات النظر، مش ضروري انه تتحالف، ومش ضروري يعني، بس انه بتلاقوا نقاط التقاء استراتيجيه للمرحله المقبله، على اعتبار انه لبنان مقبل يمكن على تغيير بالنظام، يمكن مقبل على استراتيجيا، وأنه تركي ترى أن المسيحيين اليوم يجب أن يفكروا جديا بأنه أي تغيير على لبنان سينعكس عليهم بشكل كبير جدا. طبعا على كل الناس بينعكس هذا أولا لحتى نحكي من الآخر، بس استراتيجيا كيف أنا بدي أحكي مثلا أنا والتيار الوطني الحر أو أنا والمردي يلي هن استراتيجيا بغطوا سلاح غير الشرعي لحزب الله، وأنا استراتيجيا ما بغطي هالسلاح. أنا أؤمن أنه لا يمكن لدولة بلبنان أن تقوم طالما في سلاح غير شرعي بيد أحد مكوناتها. بقى كيف بدي أحكي أنا وياه وأتفق أنا وياه استراتيجيين؟ هون الأساس وهون النبع. هلأ نختلف على وظائف بقلب الدولة، على مدير عام، على وزير، هذا ما هو مشكل، ما بدها لا بكركي تجمعنا ولا حدا، بس استراتيجيا نحن وياهن على تناقض تام. نحن ما مفهومنا للدولة انه ما ممكن تقوم دولة بلبنان وتنقذ الوضع واللبنانيين يعيشوا ببحبوحة وبكرامة طالما في سلاح غير شرعي يا يتحكم بمصير البلد يعني وبيرهن البلد لقوى إقليمية ما لها علاقة بمصلحة لبنان. يعني هذا منه استراتيجية عند القوات اللبنانية انه بترك هذا العهد يتخبط في هذه الأزمة؟ نحن لما اتفقنا نحن والعهد جينا لننجح العهد على مدى سنوات وفتنا بالحكومات، انما العهد لبطنا واخر شيء وقال انتم ما لكم علاقة. الحق مش علينا، نحن قلنا مع العهد، ويمكن العهد اجى على اساس هو بالوسط ما كان مغطى سلاح الحزب مثل هلا وقال انا بالوسط بين 14 و8، قلنا يا اخي بيجيب حزب الله شوي للوسط وساعتها بنبني دوله وبننقذ المؤسسات. بس تبين انه بعد ما استولوا على السلطه صاروا بدهم كل شيء ويرهنوه لصالح الحزب ولصالح ايران،
لا نحن لقينا انه ما بقى فينا هذا جزء من الدعايه بس هذا جزء لما تقوله جزء من الدعايه وشيطنة التيار الوطني الحر في وجدان الجمهور المسيحي. لا ما لا انه مغطى ولا ما مغطى سلاح الحزب. الرئيس هون كان اول من دعا الى استراتيجيه دفاعيه. دعا بس لحد اليوم بعد 4 سنين ما عمل اشتغال. ليش لو دكتور جعجع رئيس جمهورية كان قدر عمل شيء مع حزب الله؟ أنا ما بدي أقول. كمان في. لا ما كمان ما بدنا نغالي يعني ما بدنا نغالي بموضوع. عم تفترضي أشياء ما أنا موجودة. أنا عم بسألك. لا. أنا عم بسأل مين قادر يعمل شيء مع سلاح حزب الله؟ أمريكا ما قادرت تعمل شيء مع سلاح حزب الله. يعني أنا إذا بدي أروح لأقصى اليمين إذا أنا بدي أو القوات أو التيار أو الرئيس بدون ينزع سلاح حزب الله، هي الولايات المتحدة الأمريكية ما قادرة تعمل شيء مع حزب الله اليوم. هذا جزء من الدعاية السلبية، يعني شيطنة التيار بوجدان المسيح أنه ليكو مغطى. أنا ما عم بدعي لنزع سلاح حزب الله لا سمح الله. لكن لشو؟ لا لشو؟ لا أنا بدي أجيب سلاح حزب الله أو حزب الله للوسط لحتى يصير لبناني أكثر ما هو باتجاه إيران. هلا بتقولي لي ما بيقدر العماد عون؟ القصة مش إنه أنا بدي أوجه والله الجيش اللبناني يروحوا قاتل سلاح حزب الله لا سمح الله. أي عملية بيقوم فيها جيش لبناني ضد أي مكون سياسي من القوات اللبنانية لحزب الله للمستقبل هيدا معناتها انتحار. صارت بال89 وشفنا النتائج. أنا عم بقول الموقف وقت اللي بياخذ رئيس جمهورية موقف من السلاح غير الشرعي ومعه المستقبل والاشتراكي وأكيد بينضم له ساعتها كل المكونات أغلب المكونات اللبنانية ساعتها حزب الله بحس حاله أنه السلاح غير الشرعي ولا أغلبية اللبنانيين ما بدهن إياه مثلا. بس اليوم حزب الله صار بأكثر من مرة يعني هو يقول لكل القوى السياسية أنه هو لبناني وهو اللبنانيين أكيد أنا لبناني وهو يعني إذا مش إذا ما بدنا ننسى أنه حزب الله منتخب من اللبنانيين يعني. لا نحن ليش أنا عم بقول لك لا انت عم تقول انه مثل بدنا نشعره اللبناني اكثر من ايراني. اهدافه اللي عم بيشتغل خاصه بالاقليم وقت اللي بحارب بسوريا وباليمن وبالبحرين وبيروح على العراق وحول العالم. ايه اكيد ما بس انا وزير جبران بيصير لمح الى انه عوده حزب الله من سوريا. هذه ما بتشوفوها انتم القوات اللبنانيه، بتشوفوا بس انه يعني أنتم تركزون في خطابكم السياسي على أنه اليوم التيار يؤمن غطاء مسيحي لحزب الله. ما بتشوفوا أنه طلع الوزير بسير من بكركي قال أنه نحن مع تحييد لبنان. ما بتشوفوا أنه الوزير بسير طلع قال نحن لا نريد أعطاء أو تثبيت حقيبة لطائفة. ما بتشوفوا أنه الوزير بسير حكي عن أنه حزب الله سيعود من سوريا. يعني بالعكس. لا بل بالعكس في منهم من يقول أنه شبو الوزير بسير هل هو يعمل يعمل انعطاف لهالدرجة. يا سيد جوزفين هلا انا بقدر بعمل لك من هلا لعبكره قصايد عن جمهوريه افلاطون قد ما بدك، بس عمليا بكون عم مارس العكس. شو يعني ما له معنى عمليا؟ شو عامل عمليا؟ طب عمليا قعد هو حزب الله. انا حابب اعرف والجمهور حابب يعرف شو عمليا، شو المطلوب من الرئيس ان يقوم رئيس الجمهوريه بيقعد هو حزب الله بيقول لهم هيدا اللي عم تعملوه غلط وخلص. صار بدنا نرجع للقعدة اللبنانية وكلياتنا نحن مع بعضنا بدنا نشوف كيف بيصير الإنقاذ لهالبلد. هيك بده يعمل، مش إنه والله بيغطي حزب السلاح وحزب الله يعني بسوريا وما معه خبر شيء وهو إنه رئيس جمهورية. لا، مشان هيك كل العالم اليوم، كل دول العالم الصديقة والمنا صديقة تنتقد موقف رئيس الجمهورية مشان هذا الموقع انه نعم. كيف مغطى سلاح غير شرعي وقت رئيس جمهورية. بموضوع السلاح انا حابه افتح معك موضوع السلاح. هل القوات اللبنانيه اليوم عم تتسلح؟ هل بتخبي سلاح؟ هل في مشروع لامن ذاتي في حال تطور الوضع في لبنان؟ وبدي كمان نحكي اكثر عن مساله هل ترسيم الحدود سيؤدي الى تطبيع، ولكن بعد مدخله اخيره وسريعه مع زياد عيتان رئيس تحرير موقع اساس وكبير مراسل. بس بدي كلمة بعد قبل. ايه نحن عندنا سربان F-16 بشري ولواءين مدرعات موجودين بزحلي. وهلا بجاوبك بعد. يلا هلا بنجاوب. زياد عيتاني رئيس تحرير موقع اساس وكبير مراسلي صحيفه عكاظ السعوديه، يعطيك العافيه، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك وتحياتي للصديق الاستاذ وهبي قطيشه. اهلا
صحيفة المدينة قالت اليوم في مقال بأن المرحلة تتطلب وجود الحريري لا غيره، ثم عادت وسحبت المقال. ودعني يعني بهذه المناسبة هلا أقول أنه غرد النائب السابق مصطفى علوش، قال يبدو أن ولي العهد متخصص بتيئيس الناس بعد كل بارقة أمل، فقد أصر على توسيع رقعة التزوير ليحافظ على قدرة التعطيل ويعطل تأليف الحكومة ليكون لكل وزارة غير فاعلة وزير يتحكم به للتعطيل. فإن كان رئيس الجمهورية يريد أن يدمر ما بقي من عهده على رؤوس الناس فعليه أن يتحمل مسؤولية أو يردع صهره. عم يحكي ولي العهد مش المملكة، عم يحكي عن ولي عهد آخر. طيب، ما هي الأجواء المملكة العربية السعودية حول رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، خصوصا من بعد ما ذكرت صحيفة المدينة السعودية بأنه المرحلة تتطلب وجوده لا غيره، ثم عادت وسحبت المقال؟ زميلتي دعيني بداية أوضح، لم تقل كذلك صحيفة المدينة السعودية. هناك كاتب هو كاتب زائر في الصحيفة، يعني ليس متفرغا في الصحيفة كمحرر أو له منصب تحريري في الصحيفة، كتب مقالة رأي، ومقالة الرأي هذه قد تم قراءتها أيضا بشكل مختلف في لبنان من قبل البعض، تمت قراءتها من موقع الرغبات والأماني، وجاءت التعليقات عليها بعيدة نسبيا عن ما قصده الكاتب. وهنا تم سحب الرابط من الموقع الإلكتروني لصحيفة المدينة ونقطة على السطر. أما السؤال ما هو موقف المملكة تجاه ما يحصل في لبنان، المشكلة هي عند اللبنانيين. موقف المملكة العربية السعودية واضح، وقد عبر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من على منبر الأمم المتحدة. وبالتالي لا موقف بعد موقف خادم الحرمين الشريفين، كان واضحا وضوح الشمس خادم الحرمين بموقفه تجاه أي تشكيلة حكومية سوف تشكل، وإلى أين يتجه لبنان، وما هو الواقع الذي يعيشه لبنان. المملكة العربية السعودية ليس لها مرشح لرئاسة الحكومة. المملكة العربية السعودية لم تطالب بأي حقيبة سيادية أو خدماتية. المملكة العربية السعودية قالت نريد حكومة لبنانية بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، أي أنها حكومة خالية من الوصاية بكل أنواعها وتحديدا الوصاية الإيرانية، وخالية من الوزراء المتخصصين بالمسيرات أو المتخصصين بالصواريخ الذكية أو المتخصصين بتدريب الميليشيات العابرة للحدود. وبالتالي موقف المملكة علينا أن لا نتلهى بمقالة هنا أو بمقالة هناك. لماذا سحبت له خادم الحرمين الشريفين؟ نعم نعم. وكان واضحا. نعم، بس لماذا إذا سحبت الصحيفة هذا المقال، إنه إذا كان هو مقال رأي وهو لم يقل بهذه العبارة بهذه الصراحة، أنما اللبنانيين بس فهموا هذا الشيء، هل إنه لتأكيد الرسالة السعودية، هل لتأكيد الموقف السعودي يعني؟ بداية ليس هناك من مجال تأكيد المؤكد، ولكن بداية لا أسمح لنفسي أن أتحدث نيابة عن صحيفة المدينة وهي التي تستطيع أن تبرر لماذا اختفى هذا الرابط، ولكن أنا من الموقع المهني ومن موقع ما أعلم في هذا السياق، أي رابط يلغى لثلاثة أسباب. السبب الأول هو تقني، وهنا أستبعد السبب التقني لأننا نستطيع أن نبدل الخبر وأنت أعلم بذلك برابط جديد. السبب الثاني أن إدارة الصحيفة قد لاقت ما يسيء إليها أو ما أسيء فهمه من المقالة، فقررت سحب هذه المقالة وسحب هذا الرابط، أو حدا طلب منا. إنه المقالة نشرت يوم الجمعة، وخميس جمعة تكون إدارة الصحيفة ليست بيد رئيس التحرير بالعادة، يكون هناك من هو مكلف في يوم العطلة أن يسير المادة، أو طلب منها أستاذ زياد، صح؟ أو طلب منها يعني، أو حدا من طبيعي، ما انا لم استطع ان انهي كلامي. اما السبب الثالث هو ان تكون هناك جهات رسميه طلبت بسحب هذا الرابط لانه اسيء فهمه وهو خارج سياق
السياسة التي تمثل المملكة العربية. بحسب تقديرك ومعلوماتك، هل هذا هو كان السبب؟ هو الاحتمال الثالث؟ بدك الحقيقة زميلتي، السبب هو غباء من تعاطى مع الخبر. السبب هو هذه الشلة الإعلامية التي تحيط بالرئيس سعد الحريري، والتي هي أخذت خبرا وقامت بتعديل التعديل عليه. وإذا قرنت النص الأصلي بالخبر الذي تداولته صفحات تيار المستقبل والمحيطين رئيس سعد الحريري، لوجدت اختلافا كبيرا بين النص الأصلي وما تم تداوله. نعم. لقد افتروا على صحيفة المدينة وافتروا على كاتب هذه المقالة. هناك صبيانية وهناك مراهقة إعلامية تحيط بفريق عمل الرئيس حريري. نعم. وقد لاحظناه كثيرا في الفأونة الأخيرة. شكرا لك أستاذ زياد عيتاني، رئيس تحرير موقع أساس وكبير مراسلي صحيفة عقاد السعودية. شكرا لك على هذه المداخلة، أهلا بك. شو رأيك؟ بدك أول شيء جاوبك على السلاح. قبل بدنا نعلق بس، حضرتكم مطلعين جدا على الموقف السعودي. الموقف السعودي عن جد لا عن جد نحن ما منلحق، يعني أنه السياسة الكبرى إيه، بس أنه شو قالت عكاظ وشو قالت المديني. لا، السياسة الكبرى يعني إذا كانت السعودية ترى في سعد الحريري هو رجل المرحلة، نعم أم لا؟ هيك ما بنعرف هي ما بنعرف. لا عن جد، لا ما بنعرف. طيب شو قصة السلاح؟ رفعتم دعوة على نائب السابق من الرحبة كين؟ أول شيء بدي أكرر اللي قلت لك، أنا عندكم سرب طائرات ميراج وسرب طائرات F-16 موجودين بوادي أديشا، وعنا لواءين مدرعات موجودين بوادي البرداوني وقت الحزة بنستعملهم. هلأ هود اللي عم بيتهمونا هالاتهامات عن جد، لأن ما بيلقوا في شيء مأخذ على مواقف القوات اللبنانية يمكن 15 سنة لليوم، وهن تعودوا يعيشوا على الاتهامات يلي بيوجهوها للقوات اللبنانية. ملقوا انه في عن جد ملقوا في عندهم موقف غلط او لان مناهض لقيام الدولة او ما في لا فساد لا عند الوزارة طبعاً ولا عند النواب. هلا انا ما بدي افتح هذا الموضوع، لانه بعهود الوزراء السابقين كان في تحقيقات صحفية، بس انا ما بدي افتح هذا الموضوع. بس ماشي الحال بموضوع موضوع السلاح تحديدا، ثمت من يقول انه من اخر ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل في كان صار هذا يعني العرض في خليك في الجميزة، وبعدين المشكل يلي صار، وبعدين الحديث عن السلاح، الحديث عن الأمن الذاتي، هذا يحاكي الوجدان المسيحي لليوم يمكن خائف على استمرار وجوده في لبنان، وبالتالي تستفيد القوات اللبنانية من تذكير الوجدان المسيحي بأنها دائما الأقوى، بأنها دائما من يملك السلاح في حال خربت نحن بنحميكم. انتبه، نحن اليوم أكثر الناس بيكرهوا السلاح هن القوات اللبنانية. لقلك ليه؟ لأن نحن عشنا الحرب وبنعرف شو معنية الحرب، ورفقاتنا ماتوا على إيدينا، وأهليون واليتامى كلياتهم نحن ملزمين فيهم. نعرف أنه الحرب ما بدنا نروح عليها لا هلأ ولا بعد 100 سنة إذا بدك، بس ما حدا يحشرنا ويقولنا والله جاي عليك أنا على البيت ورفع إيدك، لا ساعتها بدي دافع عن حالي لا سمح الله. كيف لا حدافع عن حالكم؟ لا هلأ نحن مؤمنين بالدولة أكثر شيء، هذا أولا. ثانيا نحن كل 14 أو بالأحرى كل سنة بنعمل قديس لشهداء القوات اللبنانية بمعرف. هالمرة كان في لا كل سنة هاي، لا بالجميزة أنا عم بحكي ببيروت. ليش ما شفتوا إلا بالجميزة 20 واحد وشي 500 واحد كشافة بمعرب ما شفتوه؟ بس ما أنتوا نفسكم يا عميد لما الحزب السوري القومي الاجتماعي يعمل عرض عسكري مماثل بالحمرة، بتوصفوا بأنه هذا الحزب يلي عنده عقلية ميليشيوية يلي عنده لا 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 لا, لا. نحن أول شيء أنا ما بدي شوف غيري شو بيعمل بسلاح وبغير سلاح. لا أنا أولاً أقول أنه حضراتكم بس تشوفوا هيك مظهر. لا ما منقول ولا عند أحزاب تانية ما منقول. كيف منقول؟ نشوف أن الحزب الله أنه مسلح بس، هي كل القصة. هيدا أولا. ثانيا 14 أيلول أو بالأحرى ذكرى أيلول كل سنة، وكان في 200 و300 شاب وصبية بمعراب من سنين بيستعرضوا ككشافة. هلأ ببيروت عظيم اجت هيدي تبع الكورونا تبع مرفق بيروت. نعم، انفجار مرفق بيروت. والذكرى تبع انه عملوا كشافة كمان نفس الشيء.
مش ما أكثر ولا أقل وما أنا غير طابع. لا تتحضر القوات اللبنانية، لا تتحضر لأمن ذاتي، مشروع أمن ذاتي. يعني ما قاله، ما سرب عن لقاء دكتور جعجع مع رئيس حزب التقدم الاشتراكي رغم أنه نفاه جنبلاط. نفاه أكيد، نفاه، سمعنا نفاه. بس اليوم هل فعلا برأيكم، هلأ بالسياسة عم بحكي، حزب الله هو في أسوأ أيامه؟ لا ما بعرف هو بده يقول. لا أنا عم بسألك رأي القوات اللبنانية. مش ما بدي أقول بأسوأ أيامه، لأن إذا بدك صار محاصر لأن إيران محاصرة، وإيران ما بقى عم بيجي الموارد، وهو محاصر بسوريا عم بيتعرض للضرب من العدو الإسرائيلي على طول، ويمكن باليمن صار عنده مشاكل، بالعراق عنده مشاكل، حول العالم عنده مشاكل، هو بيقدرها ماليا كمان، يمكن عنده مشاكل نحن ما بنعرفها بالضبط. بس هلا بتقولي لي نحن عندنا مشروع امني؟ لا، نحن عندنا مشروع قيام الدوله، بتعرفي ليه جوزيفين؟ لان ما حدا له مستقبل بلبنان، لا المسيحي ولا المسلم ولا الشيعي ولا السني ولا الدرزي ولا اي واحد خارج اطار الدوله. لا مركزية الاداريه الموسعه نحن مع، بس يصير دوله لازم تعمل ايه اكيد، ولا مع الفدراليه ولا مع التقسيم ولا مع أي نظام. اسمحي لي أقول لك، هودي كلياتهم كلمات للشعر. أقول لك ليه؟ لأن الفيدرالية فيها 20 مستوى، اللامركزية فيها 30 مستوى، الكونفدرالية فيها 15 مستوى. هلا إذا بقول لك كلمة أنا، بيروحوا بيفسروا أنه نحن بدنا تقسيم. نحن شوف، أنا أنا بدي لبنان دولة وحدة معافى لكل اللبنانيين، وننظم له ادارته. اي نظام؟ يعني ايش يعني تنظيم الاداره؟ تنظيم الاداره بنشوفه يعني بعدين نبحثها. نبحثها. مش ما عندكم تصور حتى الساعه؟ لا ما عندنا تصور. بس انه مثلا يعني ما فيني انا ضل ادفع كهرباء بعكار ويضوي ابن طرابلس بلاش مثلا، يعني عم بحكي. شو رايك بموضوع ترسيم الحدود؟ هل برايك ترسيم الحدود هو مقدمه لانتقال لبنان الى مستوى اخر في العلاقه مع اسرائيل؟ انا برايي من كوهبي قطيشه، انا لا اؤمن انه نحن لازم نصالح او نهادن اسرائيل قبل اخر بلد عربي. بتعرفي ليه؟ كمصلحه استراتيجيه، بصرف النظر عن كل السياسات اللي بيطبقوها كل المكونات اللبنانية، نحن استراتيجيتنا يعني عدائية لإسرائيل. ليه؟ لأن بتقربنا من بقية العالم بدون ما نحكي بالتفصيل. لذلك أي صلح بين العرب وإسرائيل بيأذينا، لأن نحن كلبنانيين. هلا من هون بالرايح شو عم بيصير على الحدود وكيف عم بيصير على الحدود، الله يعطيهم العافية الشباب، لا خرايطهم منيحة وعم بفاصلوا منيح. ونحن ما يعني ما استشارونا، ما معنا خبر شو عم بيصير. شو يعني ما استشاروكم؟ يعني هل مالنا داخلين بالقصه؟ رأي آخر يعني؟ لا بالعكس، نحن بدنا نشجع. أنتم تؤيدون عملية الترسيم كما تحصل اليوم؟ طبعا بدنا بدنا ناخذ حقنا نحن من 160 كيلومتر مربع وال 1430 يلي طرحها الفريق يلي بيمثله يمكن مصبوط اللي هو ضابط البحري ويلي يمكن اعلم من كل الناس بهالقصص. نعم. يعني القوات اللبنانيه اليوم تعارض السلام مع اسرائيل؟ نحن لا، أنا في في لا ما في، وهيدي الدوله هي اللي بتقرر. انا عم بحكي لك باسم الدوله اللبنانيه. القوات اللبنانيه تعارض ان تقوم الدوله اللبنانيه بسلام مع اسرائيل؟ هيدي قصة الدولة، ما في أنا أقول بتعارض ولا بتوافق. حضرتك خلال الدولة شو موقفكم أقصد؟ هيدا بنقوله بمجلس وزراء، مش للشعب حتى كل واحد يفسره مثل ما بده. لا بس هذا مفترض يكون موقف ثابت. لا يا لا. نعم يا لا. يعني هذا موقف مفترض تكون عن قناعة عم تقوله. جوزيفين، أنا كنت أشتغل بمؤسسات. نعم. المعلومات اللي بيملكها القائد ما لازم تكون كل الناس تعرفها. إذا أنا بعرف معلومة ما لازم أقولها على الإعلام كمان. هذا مش معلومة عميد. لا موقف. إذا موقف القوات اللبنانية إذا كانت توافق أن تقوم الدولة اللبنانية بسلام مع إسرائيل، منه معلومة. هذا موقف. هذا ما مفترض يكون موقف يا مبدئي. يعني يا نعم يا لا. هلا أكيد هلا بيعملوا المفاوضات. نحن مأيدين الدولة طبعا، يعني أكيد مأيدين. شو مأيدين الدولة؟ شو عم تعمل هلا لرسم الحدود؟ مفاوضات على رسم الحدود. مش عم بحكي عن رسم الحدود. شو لك ولو سؤالي واضح يا عميد. مفاوضات، ما قلت لك قبل ما تبلشي. انا اخر واحد بعمل مفاوضات مع اسرائيل كرمال دولة اللبنانية. اتفاق سلام قصدك؟ ايه، لان نحن مصلحتنا استراتيجيه بلبنان انه ما نصالح الا لاخر واحد. نعم. مصلحتنا استراتيجيه مش ك
فئات اذا بدك طائفيه ولا سياسيه، مصلحه لبنان العليا انه هو اخر واحد يعمل صلح مع اسرائيل. نعم. واذا بتاخذي النمو الاسرائيل الازدهار اللبناني على مدى السبعين سنه اللي مرقنا فيهم كان فيها اسباب منها وجود اسرائيل يمكن. نعم. لذلك نحن اخر من لازم يصالح اسرائيل بهذا العالم العربي. شكرا لك. انا بشكرك. شكرا لك النائب أبو هبه قطيش على وجودك معنا اليوم في هذه الحلقه هنا بيروت على قناه الجديد احلام. شكرا مشاهدينا على المتابعه.